مطلع أكدت بأن عيسى حياتو قد يرفض الطلب المغربي وينقل تنظيم الكان لدولة أخرى نظرا لالتزام الكاف بشراكات هامة مع مجموعة من الفاعلين في الحقل الاقتصادي والإعلامي. فما هي يا ترى السيناريوهات المحتملة؟ الإجابة في تقرير للزميل عبد الله جعفري. المغرب بين سندان فيروس الإيبولا ومطرقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المغرب الذي حمل على عاتقه مسؤولية تنظيم النسخة 30 من نهائيات القارية تقدم بطلب رسمي للكاف من أجل تأجيل التظاهرة الكروية الإفريقية الأغلى. والسبب انتشار فيروس الإيبولا القاتل في الكثير من بلدان القارة السمراء، وما يعنيه ذلك من تهديد للصحة العامة على الوافدين وعلى السكان بشكل عام. وزارة الشباب والرياضة وباسم الحكومة المغربية تقدمت رسميا بطلب التأجيل، والرد لم يتأخر وجاء عبر بيان نشره الكاف على موقعه الإلكتروني. البيان استبعد تغيير موعد البطولة التي قال عنها بأنها لم تكن يوما ما عرضة للتأجيل منذ نسختها الأولى في الخمسينات من القرن الماضي، مضيفا بأن القرار النهائي سيكون في الثاني من الشهر القادم بالجزائر على هامش إياب نهائي دوري الأبطال، وقبل ذلك ستكون هناك اجتماعات بين ممثليه وبين المسؤولين المغاربة. قبل أن يحسم الكاف بشكل نهائي في الموضوع، وزير الصحة الحسين الوردي قال في تصريحات صحفية بأن طلب التأجيل هو قرار سيادي وليس اعتباطي، بل لم يتخذ إلا بعد دراسات ومشاورات وتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي حذرت من التجمعات البشرية التي يشارك فيها وافد من بلدان تعاني من انتشار الفيروس بين سكانها. من جهة أخرى، قال فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن اللجنة المنظمة للنسخة القادمة من الكان اتفقت مع الكاف على جعلها نسخة استثنائية باستقطاب نحو مليون مشجع من مختلف الجنسيات، وهو ما سيتعارض مع الظروف الحالية التي ستجعل منها بطولة بمدرجات فارغة. الرغبة المغربية في تأجيل العرس الكروي الإفريقي قد لا تجد أذانا صاغية لدى الاتحاد القاري للعبة الملتزم بعقود مع شركات الإشهار والنقل التلفزيوني، مما يجعل احتمال رفض التأجيل بشكل نهائي واردا. في هذه الحالة، ماذا سيكون موقف المغرب ومعه الكاف؟ فالمغرب إذا لم يمتثل لقرار الكاف بانطلاق البطولة في موعدها قد يكون عرضة لعقوبات، أولها إلغاء مشاركته في النسخة الحالية وربما في نسخ أخرى في المستقبل. لكن الكاف سيكون في موقف لا يحسد عليها، فالخيارات لنقل البطولة إلى بلد آخر جد محدودة، وقد لا يغامر هذا البلد بتنظيم تظاهرة تهدد الصحة العامة. وإذا تم منع الجماهير من مؤازرة منتخباتها فالبطولة ستكون غير ناجحة، لأنها ستفتقد لأهم أطرافها وهم الجماهير. الحل المناسب لتجاوز هذا الوضع المعقد قد لا يخرج عن الوصفتين التاليتين، فإما أن تؤجل البطولة للصيف القادم، وهو ما يعني وجود وقت كاف للتغلب على الفيروس، خاصة وأن نهاية الموسم لن تعرف إجراء منافسات قارية أو عالمية. والوصفة الثانية هي أن تلغى الدورة الحالية وينظم المغرب نسخة 2017 التي لم يسمى محتضنها حتى الآن بعد سحب التنظيم من ليبيا بسبب الظروف السياسية غير المستقرة. هي قراءة فقط لما يمكن أن يحدث، لكن يبقى القرار الأول والأخير بيد الكاف وزعيمها الكاميروني عيسى حياتو الذي ربما لن يجازف بعلاقته مع المغرب الذي فيه تولى ولأول مرة قيادة سفينة الكرة الإفريقية في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. يعني